قعدتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي شملت إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة في القرى المستهدفة، بجانب طبعا إنشاء 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500-500، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي مستشفى 500-500 أقصى اهتمام، مؤكداً أنه مشروع ضخم بيتم تنفيذه على أعلى مستوى بالتعاون مع المجتمع المدني، ويعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهاً بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة لإنجاح تشغيل هذا المشروع. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان. خلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث إن مشروعات المرحلة الأولى شملت إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير شامل ل 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، ده بالإضافة ل 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. في مستهل اللقاء تطرق رئيس الوزراء لملف إحياء مسار آل البيت وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويسهم في إحياء المناطق التراثية، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة لا سيما في ظل ما تنفرد به من مباني أثرية وتراثية بتزخر بها، وأيضاً التغلب على التحديات التي تعاني منها بالإضافة لتسهيل حركة المرور في القاهرة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة عليا لإحياء مسار آل البيت وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها وحدائق ومتنزهات والحفاظ عليها من الزحف العشوائي اللي طالها، تحقيقاً لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق بما يعيد لها عمقها التاريخي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان القطاع، نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. وبيأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي واجهها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، فمحافظة الفيوم تم الانتهاء فيها من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بقرى حياة كريمة. في المنيا تم بدء موسم توريد القمح في 42 موقع تخزين. أما في أسيوط فهيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أم القصور لمدة يومين، وفي شمال سيناء هيتم طرح المرحلة الأولى من وحدات إسكان مدينة رفح الجديدة في 25 إبريل اللي جاي. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الفيوم أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بإجمالي تكلفة 312 مليون جنيه. في المينيا أعلنت المحافظة بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 بكافة صوامع وشوان المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين مع تشكيل لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد. وتم الإعلان عن جاهزية 42 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم أخذ الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنة وجاري البدء في تنفيذ مسار محور دشنة الوقف بطول 8 كيلومتر بيبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهي بالطريق الزراعي الشرقي، وبيتم إنشاء الكوبري الرئيسي للمحور على النيل بتكلفة مالية بتبلغ 8 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطاري الغردقة ومرسى علم رحلات طيران تقل آلاف السائحين، وكشفت جداول الوصول امبارح عن استقبال 16,000 سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 78 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. في أسيوط أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط يومي الثلاثاء والأربعاء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في شمال سيناء أعلنت المحافظة أنه هيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة في 25 إبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة والمدة شهر، وده ضمن اهتمامات الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى على رأسها مدينة رفح الجديدة اللي تم إنشائها لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح. في بورسعيد بدأت مديرية التموين في استقبال الأقماح المحلية وده في أول أيام التوريد وسط فرحة كبيرة من المزارعين، وتم استلام 40 طن قمح في أول ساعة من التوريد، ويعد ذلك بداية مبشرة للموسم حيث كان المستهدف في العام الماضي 14,000 طن وتم توريد 16,000 بنسبة تجاوزت 100%، والمستهدف في هذا العام 16,000 طن.